السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، ده منهج العربي المدارس العربي. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض الدرس الخامس في المحور الأول، وهو مشكلات الاتصال بشبكة الانترنت وكيفية حلها. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدرس واضح جدا من عنوانه، هو المشكلات الخاصة بالاتصال بالانترنت وكيفية حلها. هنا ما بيكلمناش عن المشكلات بس، هنا بيكلمنا عن ازاي اوصل لسبب المشكلة، وازاي اقدر احدد ايه المشكلة دي حصلت بسبب ايه، وبعدين اقدر احلها بحيث ان هي ما تتكررش مرة تانية معايا. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة بتاعة الدرس، في بعض الاوقات بتبقى بتحاول تخش على الانترنت وتروح مثلا لموقع معين او تعمل اي حاجة على الانترنت، تبعت ايميل او غيره، وتلاقي هنا مكتوب على الشاشة no internet connection، او مفيش شبكة انترنت متوصلة بالجهاز. فهنا بيكلمنا اول حاجة ازاي نحدد المشكلة، وعلشان خاطر بعد كده نقدر نحلها وما تتكررش معانا تاني. اول حاجة بيقولك كيفية مواجهة وحل المشكلات التي تواجهك اثناء استخدام الكمبيوتر. ازاي احل المشكلات واواجهها وانا بستخدم الكمبيوتر؟ فاول حاجة بيقولك اول خطوة لازم نحدد المشكلة، نقوم بتحديد المشكلة. ايه هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ هل هي مشكلة في جهاز الكمبيوتر نفسه او في البرمجيات؟ يعني مثلا الجهاز نفسه مش متوصل بالكهرباء اصلا، هل الجهاز نفسه فيه مشكلة الويندوز بتاعه مش شغال اصلا، ولا في مشكلة في تطبيقات الاتصال بالانترنت؟ هل يعني مثلا الانترنت مثلا مش متوصل بالكمبيوتر، او الراوتر مش متوصل بالكمبيوتر بشكل سليم؟ وبعدين بيقولك هل انا ارتكبت خطأ ادى الى هذه المشكلة؟ هل يا ترى انا عملت حاجة، هو الجهاز كان شغال مثلا وانا عملت حاجة معينة خلت الاتصال اتقطع؟ فدي اول حاجة اللي هي تحديد المشكلة. تاني حاجة فكر في طرق واساليب مختلفة لحل المشكلة. لازم نفكر نحل المشكلة دي ازاي، وقوم بالتخطيط لها، يعني قم بالتخطيط لها. تالت حاجة قم بدراسة وتجربة الحلول المحتملة للمشكلة. انت طبعا فكرت في المشكلة وازاي حصلت، فازاي بعد كده هنحلها. انت لقيت في مجموعة من الحلول ممكن تعملها. اول حاجة تتأكد مثلا من وصلات الكمبيوتر، تتأكد ان الراوتر نفسه فيه انترنت وهو متوصل وشغال كويس، تتأكد ان الكمبيوتر ما فيهوش مشكلة. فدي طبعا كلها حاجات ممكن نحل بيها المشكلة. فبيقولك لازم تجرب كل حل من الحلول دي لحد ما واحد فيهم ينجح، الى ان ينجح احدها. بعدين بيسألك بقى بيقولك في رقم 4 اي الحلول قد نجحت، ايه الحل اللي نجح معاك. وفي رقم 5 بيقولك اذا لم تتوصل الى حل المشكلة لازم طبعا تستعين بمعلمك او احد افراد اسرتك، بابا او ماما. تمام كده. فدي اول حاجة ازاي نواجه المشكلة ونعرف هي حصلت بسبب ايه. تاني حاجة في الدرس ده بيكلمنا عن المشكلات الشائعة اللي بتواجهك وانت بتستخدم الكمبيوتر وتتصل بالانترنت. هو الدرس صغير وبسيط، وهناخد كمان بعد كده درس السادس. فهنا بيقولك المشكلات الشائعة التي تواجه جهاز الكمبيوتر والاتصال بالانترنت، فنوع المشكلة وكيفية حلها. في بعض المشاكل الشائعة اللي بتحصل، اول مشكلة ممكن تواجهك وانت بتحاول توصل الكمبيوتر بتاعك للانترنت، بطء جهاز الكمبيوتر عند فتح التطبيقات. يعني انت فتحت الكمبيوتر بيفتح ببطء شديد، بعدين بعد ما فتح وخد وقت طويل، انت بتيجي تفتح اي تطبيق تلاقي التطبيق بياخد وقت طويل، بتحاول توصله بالانترنت بياخد وقت طويل جدا ان هو يفتح الانترنت ويحمل الصفحات. فده اسمه بطء جهاز الكمبيوتر عند فتح التطبيقات، دي المشكلة. الحل بتاعها بيقولك كيفية حلها، قم بإعادة تشغيل الجهاز، اعمل ريستارت الجهاز، اقفل الجهاز وشغله مرة تانية. تاني حاجة بيقولك تحقق من تحديثات التطبيقات. لازم تتأكد ان التطبيقات الموجودة على الجهاز متحدثة وشغالة ومتحدثة بشكل كويس، بشكل سليم يعني، بحيث ان هي ما يكونش فيها اي مشكلة. لان لو التطبيقات مش متحدثة على جهاز الكمبيوتر ده هيسبب البطء اللي انت شايفه ده.
تالت حاجة احذف بعض التطبيقات الغير مرغوب فيها. زي ما عرفنا قبل كده ان التطبيقات الكتير على جهاز الكمبيوتر بتأدي لبطء برضو سرعة الكمبيوتر، فلما بنواجه مشكلة زي كده لو عندك تطبيقات انت مش محتاجها لازم نحذفها ونعمل لها حذف علشان خاطر ده يخلي الكمبيوتر يشتغل بشكل اسرع. يبقى دي اول حاجة، اول مشكلة، ودي طرق الحل بتاعتها. المشكلة التانية اللي ممكن تواجهك وانت بتستخدم جهاز الكمبيوتر هي محرك البحث يعمل ببطء. يعني انت مثلا فتحت جوجل، موقع جوجل، وبتدور على حاجة معينة، المحرك بتاع البحث عمال يحمل 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 وبيعمل ببطء شديد. دي مشكلة ممكن تكون بتواجهك وانت بتستخدم الانترنت. فاول حاجة بيقولك عشان تحلها تحقق من الاتصال بالواي فاي، اتأكد ان الواي فاي متوصل بالكمبيوتر بتاعك بشكل سليم. لو متوصل بجهاز الكمبيوتر بتاعك بشكل سليم تأكد من تحديث التطبيقات، اتأكد برضو ان التطبيقات اللي انت بتستخدمها على الكمبيوتر متحدثة ومش عاملة اي مشاكل بتسبب بطء سرعة الكمبيوتر. تالت حاجة طبعا وهي متصلة بالحاجتين اللي فاتوا اللي هي التحميل البطيء. التحميل بطيء دي مشكلة ممكن تواجهك، فطبعا هنا بيحللك المشكلة دي وبيقولك طرق حلها. يعني اول حاجة قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر والراوتر كمان. ساعات الراوتر بيقولك ان هو في انترنت متوصل بالكمبيوتر وهو في انترنت، وللأسف بيكون مفيش انترنت ودي بتكون اشارة وهمية. فانت بتعمل ايه، او الاشارة تكون ضعيفة جدا، فانت بتعمل ايه، بتعمل ريستارت الكمبيوتر، وكمان بتعمل ريستارت بتقفل الراوتر وبتشغله مرة تانية. ليه؟ لان ده بيخلي الراوتر يقدر يتوصل بالانترنت مرة تانية بشكل اسرع، بياخد وصلة تانية من شبكة الانترنت اللي هو متوصل بيها، والمفروض ان الوصلة دي بتكون اسرع. تاني حاجة بيقولك تحقق من سرعة الانترنت، تقدر تفتح اي موقع على الانترنت، وفي مواقع كتير قوي بتقيس لك سرعة الانترنت على الكمبيوتر بتاعك، وبتعمل لك تيست كده او حاجة اسمها سبيد تيست او قياس لسرعة الانترنت، وده بيساعدك ان انت تتأكد ان سرعة الانترنت سليمة وما فيهاش مشكلة. اتأكد ان في انتصال بالانترنت ولا لا. لو لا يوجد انتصال بالانترنت لازم تبقى هتعمل ايه في الحالة دي؟ طبعا هتتأكد ان الانترنت مش متوصل ليه، وهتحاول توصله بجهاز الكمبيوتر، تخلي الكمبيوتر مثلا يتوصل بالواي فاي بشكل سليم. تأكد من ان الراوتر متصل. الراوتر نفسه لو هو مش متوصل، يعني مثلا مش متوصل بخط التليفون بتاعه او مش متوصل بالكهرباء اصلا، فبالتالي مش هتلاقي انترنت في الجهاز، فبالتالي هتواجهك المشكلة دي. فلازم تتأكد ان الراوتر نفسه متوصل بشكل سليم. بيقول لك كمان هنا قم بإعادة تشغيل الراوتر. لو هو متوصل ومديلك ان هو متوصل بالانترنت اعمل له ريستارت او شغله مرة تانية، بحيث ان انت زي ما قلنا نتوصل بالانترنت بشكل اسرع. طب لو عملنا الحاجات دي كلها ولسه في مشكلة، قم بتغيير سلك الايثرنت. احنا عرفنا في الدروس اللي فاتت ان في حاجة اسمها سلك او كابل الايثرنت اللي بتوصله بين الراوتر والكمبيوتر على طول، بحيث ان هو يخلي الشبكة متصلة بشكل ثابت وبشكل سريع. هات بقى لو عندك الكابل ده يستخدمه، ولو هو متوصل غيره بكابل تاني علشان ممكن الكابل نفسه يكون مقطوع. لو عملت كل الخطوات دي وانت خلاص كل حاجة تمام، الوصلات تمام، قفلت الكمبيوتر وشغلته مرة تانية، قفلت الراوتر وشغلته مرة تانية، عملت كل الحاجات دي خلاص ولسه في مشكلة، اتصل بخدمة العملاء لإمدادك بمزود خدمة الانترنت. اتصل بقى بشركة الانترنت اللي انت متوصل بيها وقول لهم الانترنت مش شغال يا جماعة، هو في مشكلة ولا ايه، وهم هيساعدوك في حل المشكلة دي. طبعا دي الصورة اللي ممكن تواجهك في بطء التحميل او بطء محرك البحث. دي بيدي لك لودنج ويقعد يقول لك بليز ويت بليز ويت، وده طبعا دي مشكلة شائعة وبتواجه ناس كتير، فدي طرق الحل بتاعتها. بكده نكون عرفنا الدرس الخامس بيتكلم عن ايه، وتعالوا نروح نشوف الدرس السادس. الدرس السادس اسمه إدارة الملفات الرقمية. إدارة الملفات الرقمية طبعا هو درس جميل جدا، بيوريلك ازاي تقدر تعمل إدارة وتنظيم للملفات بتاعتك على الكمبيوتر وبمنتهى السهولة. انا طبعا هنشرح الكلام ده دلوقتي بمنتهى السهوله، بس اهم حاجه ان انت تكون مركز معايا، لان لازم الواحد يكون فاهمه كويس قوي علشان المعلومه تثبت في دماغنا. فزي ما قلنا هنا ايه هي طرق الحصول على المعلومات. اول حاجه خدناها السنه اللي فاتت وخدناها وعرفناها السنه دي برضو. اول حاجه طرق الحصول على المعلومات،
زي ما احنا عارفين كلنا المكتبات، حيث تحتوي على الكثير من الكتب والمقالات والمخطوطات في مجالات كثيرة. يعني انت ممكن تروح اي مكتبة هتلاقي فيها كتب ومقالات ومخطوطات في مجالات كتيرة. طب انت مش قادر تروح المكتبة، هتقدر تعمل مقابلة مباشرة مع شخص عنده خبرة ومعلومات في المجال اللي انت بتدور عليه، ان انت مثلا تعمل مقابلة شخصية وجها لوجه لتبادل المعلومات والخبرات والمناقشة. لو مثلا المعلم بتاعك انت في الكلاس روم او في الفصل بتاعك، هتقابله وتسأله وتقوله على المعلومات اللي انت عايز تعرفها، ودي اسمها مقابلة مباشرة، وهو يقولك المعلومات بشكل مباشر. ممكن كمان تاخد المعلومات عن طريق التلفزيون، وهو جهاز من خلاله يتم عرض الكثير من المعلومات. ممكن كمان تاخد المعلومات عن طريق رمز الاستجابة السريع QR code. وطبعا QR code ده شكله، QR code ده يا أصحابي طبعا موجود في كل الكتب دلوقتي، وممكن تشوفه على شاشة التلفزيون، وموجود في مجلات كتير. انت بتنزل التطبيق اللي بيقرأ QR codes دي على الموبايل بتاعك او التابلت، وبتوجه الكاميرا بتاعت الموبايل ناحية QR code ده او الكود ده، وهو بيفتح لك المعلومات الخاصة بالكود دي. يعني مثلا لو الكود ده بيرمز لفيديو على الانترنت، او مقالة مكتوبة، او معلومات مثلا معينة موجودة في مكان معين، انت بتقدر توصل لها عن طريق التطبيق والكيو ار كود ده. بتوجه التطبيق وانت فاتح الكاميرا ناحية الكيو ار كود ده بالكاميرا بتاعت الموبايل او التابلت، وبيفتح لك طبعا المعلومات الخاصة بيه على طول. ودي طريقة من طرق الوصول للمعلومات. هنا بيقول لك رمز الاستجابة السريع كيو ار كود، وهو رمز لإخراج المعلومات الموجودة على الأنظمة من خلال توجيه كاميرا الجهاز على الرمز. طب بيقول لك هنا ما هي ملحقات الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات وتخزينها؟ إزاي بنخزن المعلومات وبندخلها للكمبيوتر؟ يعني عندنا معلومات معينة مثلا عايزين ندخلها لللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر الشخصي بتاعك، بندخلها إزاي؟ أول حاجة لو المعلومات دي على فلاش ميموري أو على الفلاش اللي احنا عارفينه كلنا، بنروح موصلينه بالكمبيوتر واخدين منها نسخة وحاطينها على الكمبيوتر على طول. يبقى هنا بيقول لك واحد، ذاكرة الفلاش، وهي تستخدم لتخزين ونقل البيانات والمعلومات. طيب تاني حاجة هي الماسح الضوئي السكانر، ادخال الصور والرسوم للكمبيوتر وحفظها بداخله. طبعا السكانر بيبقى شكله عامل كده، بتفتح الغطاء بتاعه اللي فوق ده، وتروح حاطط الصورة جواه او الملف اللي انت او الورقة المكتوبة اللي انت عايز تاخد لها صورة جواه، ده بينقل الصور ويدخلها على الكمبيوتر، تحطها جواه وتقفل عليها وتفتح شاشة الكمبيوتر بتاعك، هتلاقي الاسكانر كده مديلك رمز، تروح دايس عليه، اول ما تدوس عليه هيفتح لك الصورة اللي انت حاططها جوه الاسكانر، ويقولك تحب نحفظها لك على الكمبيوتر ولا لا، فبتقول له اه احفظها. فهنا الماسح الضوئي او الاسكانر ادخال الصور والرسوم للكمبيوتر وحفظها بداخله. طبعا دي من الأدوات اللي بنستخدمها لحفظ وتخزين المعلومات على الأجهزة. طب تالت حاجة ايه هي؟ الكاميرا الرقمية او الديجيتال كاميرا. الكاميرا الرقمية او الديجيتال كاميرا، ودي صورتها، وممكن طبعا ليها يكون اشكال كتير. دي بنستخدمها لالتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو وتخزينهم بشريحة ذاكرة. الكاميرا الرقمية دي او الديجيتال كاميرا دي بيكون فيها ذاكرة كده داخلية، شريحة كده داخلية بتاعت ذاكرة زي اللي بنحطها جوه الموبايل، بنقدر نخزن عليها الصور والفيديوهات صوت وصورة، وبعدين نروح موصلين الشريحة دي بالكمبيوتر زيها زي الفلاش ميموري، ونحفظ بيها الصور والفيديوهات اللي احنا صورناها بالكاميرا الرقمية دي على الكمبيوتر بشكل سهل. فبالتالي دي وسيلة من وسائل حفظ المعلومات وتخزينها، دي الكاميرا الرقمية. طبعا عايزين نعرف كمان يعني ايه ملف او فايل، ويعني ايه مجلد او فولدر. قبل ما يعني الملف يعني ايه ملف ويعني ايه فولدر، انا هوريكم دلوقتي شكل عملي وصورة عملية للملف والفولدر. لما اجي اعمل فولدر، طبعا الفولدر هو ده شكل الفولدر، نيو فولدر حتى، او اسمه ملف او مجلد جديد. الفولدر ده هو عامل زي ما يكون كده حافظة او خزنة كده بنحط جواها الفايلز او الملفات، يبقى هو ده الفولدر او هو ده المجلد. لما ندوس عليه كده نقدر نحط جواه هنا الفايلز او الملفات. يعني عايز مثلا احط جواه
ملف مثلا من الملفات، ويكون مثلا صورة نحط جوه صورة، دي صورة ايه جوه دي، يبقى الصورة دي بالنسبة لنا ايه فايل، وهي جوه الفولدر احط جواه اي حاجة تانية او احط جواه اي ملف تاني، تكست دوكيمنت ملف مكتوب اهو جوه الفولدر ده فايل، يبقى الفايل صغير وبيتحط جوه الفولدر الكبير. ازاي بعمل فولدر او بكو او بانشئ فولدر جديد او او بانشئ مجلد جديد على الكمبيوتر؟ بدوس على الكليك اليمين او الرايت كليك في الماوس، رايت كليك كده في الماوس بيديني القائمه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، بختار من نيو، ادي نيو اهي، وبدوس نيو فولدر، اداني نيو فولدر. عايز تسميه بيسيب لك الاسم فاضي، ممكن تسميه اي حاجه، ممكن نسميه اي حاجه، ممكن نسميه حسام مثلا، ممكن نسميه اي حاجه. فاحنا بالتالي عملنا فولدر جديد، ادي الفولدر اهو، ندوس عليه دبل كليك او يعني ندوس عليه مرتين هيفتحه لنا من جوه، نقدر نحط جواه بقى الفايلز او الملفات اللي احنا عايزينها. يبقى ايه الفولدر او المجلد ده شكله، والملفات او الفايلز بتتنقل وتتحط جواه، فالفولدر ده مجلد بيتحط جواه الملفات المختلفه. فهنا بيقول لنا الفايل او الملف هو مجموعه من البيانات، مثل ملف صوت، ملف صورة، ملف فيديو، ملف نصي، ده الفايل أو الملف. الفولدر أو المجلد هو عبارة عن مجموعة من الملفات أو المجلدات الفرعية. بيوريك إزاي تنشئ بقى فولدر أو ملف، كيفية تنظيم وإدارة الملفات بجهازك. طبعا لو سبت الجهاز بتاعك الملفات عليه كده هوت مش متنظمة، لما تيجي ترجع عايز تفتح ملف معين أو بتدور على معلومة معينة ممكن تاخد وقت طويل جدا وهتتعب، لان النظام بيريح الناس وبيخلي الواحد يوصل للمعلومة بشكل اسرع. فهنا لازم ننظم الملفات اللي عندنا على جهاز الكمبيوتر ونخليها موجودة بشكل منظم، بحيث ان احنا لما نيجي نرجع لها نرجع لها على طول. فهنا بيقولك اول حاجة لازم نحط كل مجموعة ملفات لها علاقة ببعض في مجلد معين او في فولدر معين خاص بيها، عشان خاطر لما نيجي نحب ندور على الملفات دي نقدر نلاقيها على طول جوه الفولدر او الملف ده. فازاي بقى بنقوم بانشاء مجلد رئيسي او الفولدر اللي احنا شفناه من شوية؟ زي ما قلنا بتضيف مجلدات فرعية بداخل المجلد الرئيسي، يعني ادي اهو المجلد الرئيسي، اروح دايس عليه كده واحط جواه نيو فولدر تاني، نيو فولدر تالت، وهكذا. دي اسمها مجلدات فرعية جوه المجلد الرئيسي، وطبعا دي بتساعدنا ان احنا نحط كل مجموعة من البيانات في المكان الصح بتاعها، بحيث ان احنا لما نيجي ندور عليها ونحاول نفتحها مرة تانية نلاقيها بمنتهى السهولة. بيقول لك ضع عنوان مناسب لكل مجلد، زي ما قلنا هو بيخليك بيدي لك الفرصة او الاوبشن ان انت تكتب اسم كل مجلد او كل فولدر من بره، علشان خاطر لما تيجي تحاول تفتحه مرة تانية تلاقيه بمنتهى السهولة. ضع الملفات والصور ومقاطع الفيديو في المجلد الصحيح، كل مجموعة من الملفات ليها دعوة ببعض، انت عايز تحطها في فولدر او في مجلد معين حطها جواه، وبالتالي هتقدر ترجع لها بمنتهى السهولة. طيب هنا بيقولك لانشاء مجلد رئيسي او فرعي مجلد جديد، بيوري لك اهو زي ما قلنا، بتروح دايس على الكليك اليمين في الماوس، وبعدين بيدي لك القائمة دي، بتختار نيو، بتختار نيو فولدر زي ما قلنا. بيقول لك نضغط بزر الفأرة الأيمن فتظهر قائمة مختصرة، نختار الأمر نيو فتظهر قائمة أخرى فرعية، بنختار منها الأمر فولدر أو مجلد وبينشئ لك مجلد جديد على طول. آخر حاجة معانا في الدرس السادس، هو بيقول لك لوضع عنوان مناسب لكل مجلد أو تسمية مجلد، بنضغط على الفأرة الزرار اليمين يعني على المجلد فتظهر قائمة مختصرة، نختار الأمر رينيم أو إعادة تسمية. هوريها لك دلوقتي إزاي. طبعا إحنا هنا أنشأنا فولدر أو مجلد، وبعدين حفظناه باسم نيو فولدر، عايز أسميه بقى أنا نسيت أسميه، فبروح دايس عليه بالماوس كده برضو كليك يمين، وبيدي لك القائمة الكبيرة دي، بنختار من تحت هنا رينيم، رينيم أو إعادة تسمية، ونروح مسمينه أي اسم، حسام مثلا أو التكنولوجيا
تكنولوجيا، ونروح دايسين كده في اي حتة في الشاشة هتلاقيه اتحفظ على طول. طبعا انت بتستخدم الكيبورد او لوحة المفاتيح عشان تكتب الحروف دي، فبتروح دايس عليه كليك يمين كده من الماوس بيظهر لك القائمة دي، بتختار من تحت رينيم او اعادة تسمية وتحط الاسم اللي انت عايزه هنا بمنتهى السهولة. وبكده نكون اخدنا الدرس السادس وانهينا معايا شرح الدرس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.